بالنسبه للويلزي جون توشاك، هذه الكره في الجهه اليمنى، ينطلق رضا لجوج، المهاره حاضره، العرضيه اين هي يا رضا؟ اين يا رضا؟ يكسب تماس فعلا، رميه جانبيه لفائده المنتخب المغربي، بدا يتحرك المنتخب المغربي لكن تنقصه حاجه واحده هي السرعه، السرعه لما يقترب من منطقه الجزاء، السرعه ممكن تربك المدافعين، ومعامل السرعه ممكن يوجد المساحات، هذه انطلاقه في الجهه اليمنى، العرضيه واضح بان الصينيين يعانون، وهذه الفرصه لتسجيل الهدف، هذه الفرصه لتسجيل الهدف، اعتقد بان المنتخب المغربي الهدف قادم لا محاله، الهدف مساله وقت ليس الا. بهذا الاسلوب نعم الهدف يقترب، كره في وسط الميدان لفائده المغاربه، ورضا الكارتي يلعب سريع على رضا، يا سلام يا سلام يا سلام، اوه ما اروع هدفك، ما احلى هدفك يا اشرف يا بن شرقي، هذا النمر المصاوي بقميص المنتخب المغربي وبطريقه الكبار يهزم الحارس الصيني، وفرحه الانصار هنا بالمدرجات بعد لقطه جميله جدا، جمله تكتيكيه ولا اروع، نتحدث عن محترفين، نتحدث عن محترفين، نتحدث عن اسماء مميزه، شوف اللمسه لوليد، شوف الابداع لبن شرقي، هنا حطه في الزاويه البعيده وجيبها من الشباك يا انشاي، 1-0 المنتخب المغربي يتقدم في المباراة، هذا هو أشرف 3 أهداف في دورة تولون، هل من مزيد يا أشرف؟ هذه البداية ومازال مازال، هذه البداية ومازال مازال في دورة تولون، صحيح هي بطابع ودي. كرة في وسط الميدان. أمامية لفائدة المنتخب المغربي ادم نفاتي، فعلا انعش الخط الهجومي اللاعب ادم نفاتي، هذه عرضيه الهدف الثاني، هدف ثاني هذا ما كنا ننتظره مشاهدة الكرام، هدف ثاني بعد خطا دفاعي فادح يستغل لاعب هنا رضا لجوج الورضا، من تمكن من مغالطه الحارس، والدفاع 2-0 للمنتخب المغربي، هذه الإعادة، شوف العرضية، أوه. المدافع هو الذي وضع في الشباك، المدافع هو الذي وضع في الشباك، هذه الإعادة مرة أخرى فعلا هنا بنيران الصديقة، المنتخب المغربي يتقدم بهدفين، هنا رضا لجوج عمل ضغط، هنا رضا عمل ضغط، وبالتالي المدافع وقع في المحظور ليأتي الهدف الثاني للمنتخب المغربي، وبه يقطع مجهود بدني كبير، يعني رغم الضغوطات واللقاءات الصعبة التي عاشها مع المنتخب ومع نادي الوداد، حاضر في دورة تولون، يخرج يدخل مكانه اللاعب المهدي مفضل في الثواني المتبقية على نهاية الوقت الأصلي من عمر هذه المباراة، كرة في وسط الميدان وليد الصبار، وقفة وليد رائعة جدا، حتى بنيته حتى لياقته حتى قراءته حتى تحركاته، هذا وليد الصبار يمرر الكرة ترتطم بالحكم البرتغالي، الآن سنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضائع في هذه المباراة، كرة تمرر بهذا الشكل 3 دقائق كوقت محتسب بدل ضائع، وليد الكارتي أنس الأصبحي يرسل أمامية لمن تدخل الدفاع، حقيقة اليوم ما تابعناش الصينيين ولو لاحظتم بانني لم اردد كثيرا الاسماء الصينيه، يعني صحيح نحن نميل للمنتخب المغربي مع المنتخب المغربي في هذه المباراه، ولكن يعني تمنينا ولو فرصه ولو فرصتين للمنتخب الصيني حتى نشاهد الاداء كذلك التكناوتي، لانه ما يهمنا ايضا في المباريات هو الوقوف على مدى جاهزيه الحراس ومن هو الحارس حقيقه الاكثر جاهزيه والاكثر استحقاق لحراسة مرمى المنتخب الأولمبي، هناك أيضا بدر الدين بن عاشور الموجود في دكة البدلاء في هذه الدورة،
طبعا في هذه الدورة لحسن بن عبيشة حاضر بحارسي مرمى فقط هما بن عاشور بدر الدين وكذلك أحمد رضا تاغنوتي الحارس الأساسي اليوم كما كان الحال في المباراة السابقة أمام المنتخب الإنجليزي. هذه كرة وانطلاقة آدم النفاتي ممتاز 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 الثالثة ثالث نعم هو الثالث يا سفيان يا الباشا هنا الباشا حاضرة مع سفيان مع سفيان يخلق الباشا سفيان الباشا الهدف الثالث وفرحة الأنصار العلم المغربي يرفرف في المدرجات فرحة بهذا الهدف الخاتمة السعيدة نعم الخاتمة السعيدة بهدف مجهود كبير لأدم النفاتي شوف السرعة شوف المهارة شوف لباس التمريرة رائعة في طبق من ذهب سفيان الباشا ببطل القدم يسدد الكرة في الشباك 3-0 البديل الباشا يخلق الباشا والسعادة والسرور بهذه الخاتمة السعيدة فعلا 3-0 بن شرقي كاو ضد مرمى هو اللي جاب الكاو للصينيين لكن ضربة القاضية الأهم هي لسفيان الباشا البديل
السفيدة من كرة النفاتي. يعني دعوني أقول صراحة هذه المرة دخول النفاتي كان مفيد، والنفاتي لحظة الدخول وقلت بأنه أنعش الجبل هجومية، وشفنا الطريقة اللي انطلق بها ومررها للاعب سفيان الباجا كانت مميزة. إذن في هذه اللحظات فعلا الحكم يعلن عن نهاية المواجهة بانتصار مستحق للمنتخب المغربي 3-0. وذكر بالمسجلين بن شرقي كاو ضد مرمى وكذلك سفيان الباجا. المنتخب المغربي إذن يشارك الإنجليز الصدارة برصيد 4 نقاط في انتظار